الحياة الجميلة تحتاج منا للعدل بالضبط مثل ميزان الكفتين، علشان يبقى متزن ومتساوي يحتاج منا نحافظ على هالاتزان تماما كعلاقة الرجل والمرأة. الكل منهم يحتاج إلى هالتوازن والذكاء العاطفي، فإن حصل اختلاف بينهم بالطبع رح يختل هالتوازن. علشان كذي علينا أن نحمي ميزان الأسرة علشان يبقى قوي ضد العواصف والعواقب الأليمة اللي تمر فيه، وما أحد يخلو منها أكيد. كل واحد فينا له طبع مختلف عن الآخر، وهذه سنة الحياة الفطرية. وعلشان يبقى الميزان متزن بدون ما تميل كفة أحد ويثقل على حساب الآخر وينزلق وينهار، علينا أن نوقف ويا بعض، نوازي بعض. فالمرأة والرجل نصفان تكمله ويكملها، والعلاقة تماما كالميزان يستقيم إلا إذا أعطى كل واحد فيه